الثامن عشر من شباط فبراير 2020. أهلا بكم إلى المشهدية. وفي مشاهدها لليلة: لبنان يترقب توصيات صندوق النقد الدولي، وإيران تعرض مساعدتها الاقتصادية، سعر صرف العملة يتهاوى، الأنظار كلها على حكومة حسان دياب، ما الإجراءات التي ستتخذها؟ ذكرى رحيل أنسي الحاج أعوام انقضت ولا يزال حاضرا في الذاكرة العربية، نسترجع ذكراه وجزءا من إرثه الغني في المشهدية. منذ عام انطلقت المشهدية في عيدنا السنوي، نخبركم الليلة عن كواليسنا وفريق عملنا وأهم مرة معنا في السنة الأولى. المال والديون لا نقاش يستأثر بالمشهد اللبناني سوى نقاش سعر صرف الليرة واتجاه الحكومة للتعامل مع سندات اليوروبوند. فلبنان يترقب زيارة الوفد التقني لصندوق النقد الدولي بعدما طلب مساعدته بهدف إعطاء توصيات للسير بالمرحلة المقبلة. في هذا الوقت يشهد سعر صرف العملة انهيارا تدريجيا يقلص القدرة الشرائية لدى المواطنين، انقسام واضح في تشخيص الأزمة وفي معالجتها بين فريق المصارف ومصرف لبنان من جهة وخبراء اقتصاديين من جهة أخرى، ينعكس على بطء الحكومة في اتخاذ قرارات عملية. إنما هل أدوات العلاج القديمة لا تزال تنفع؟ فأمريكا تمارس ضغوطا جمة على لبنان في مزارع علي لاريجاني بيروت، عارضا مساعدة إيرانية في مجالات حيوية متنوعة كان لبنان قد دأب سابقا على رفضها. أمام تلك المشهدية نحن ليلة سنطرح أسئلة ثلاثة: أولا، هل يعيد لبنان جدولة ديونه المستحقة؟ ثانيا، ما حجم الخسائر التي تصيب الاقتصاد اللبناني يوميا؟ ثالثا، هل تتخذ الحكومة قرارا بقبول مساعدة لا ترضى عنها أمريكا؟ نجيب عن هذه الأسئلة مشاهدينا مع ضيف مشهد الساخن لهذه الليلة، الصحفي غسان سعود. مساء الخير غسان. أهلا مساً نور. صرت ضيف دايم عنا في المشهدية بظل هاي الأزمة بلبنان، على أمل تنتهي الأزمة لخير لبنان. تضبطي تشوفيني؟ لا بطل شوفك. إذا فيها خير لبنان منضحي بشوفتك، منشوفك برا المشهدية. بس للأسف الأزمة تبدو طويلة جدا غسان. هل هذه هي التقديرات؟ طويلة أكيد وصعبة كتير. وأنا بعتقد بعد ما شفنا الوجه الكتير بشع لإله، يعني بعدنا عم نحكي عنها عم نحس فيها، ولكن نحن أكيد فايتين بأزمة كتير كبيرة، وهيدي الأزمة ما ممكن تخلص قبل بثلاث سنين. وهيدا الشيء ما بيعني أنه اللبنانيين يتشائموا، لأنه هيدا الشيء بيعني أنه اللبنانيين يتحملوا المسؤولية واحد ويعرفوا أنه بدنا حل. يعني اليوم تنطلع من هذه الأزمة بدنا حل، ما بدنا نكون كل وقت عم ننتقد، بدنا كل وقت عم نقوص. بس الحل إذا نكون كل وقت سلبيين. بزيادة الديون مثل ما عم ينحكى عن إعادة جدول الديون التي قد تكون أسوأ حتى من دفع الديون المستحقة في آذار، لن يكون حلا جذريا أو عمليا. ما هي معلوماتك حول هذه المسألة؟ أول شيء بدي أقول كل النقاش اليوم القائم إذا بندفع أو ما بندفع هو نقاش ما خصه إذا بندفع بهذا الاستحقاق الجاي، إذا بنعمل إعادة جدول للديون أو ما بنعمل. وهذا قرار للدولة، هو قرار كتير كبير، لأنه هو قرار يعني أهم قرار اقتصادي ممكن اليوم يتاخد، هو هذا القرار إذا نحن بدنا نعيد الجدولة أو ما بدنا نروح لإعادة جدولة وخفض فوايد. وكمان ربط، يعني اليوم النايب مثلا ميشيل ظاهر رابط دفع الفوايد بحجم الصادرات، أنه نحن بندفع قد صادراتنا، قد ما بتزيد الصادرات قد ما بتزيد نسبة الدفع. سو هذا كله، يعني هذا كله هون في دورة اقتصادية جديدة رح تتنشط. سو نحن أكيد رايحين لعدم الدفع، واحد عدم الدفع، عدم الدفع مفروض الشيء. الحكومة حتعمل اجتماعة بسبعة شهر أو ثمانية أو بسبعة أدار أو بثمانية أدار. بتبلش التفاوض مع الدائنين بتسعة أدار، يعني ما حينعلن القرار لسبعة أو ثمانية أدار إذا حندفع أو ما حندفع، واحد. بتبلش تفاوض بتسعة أدار تتشوف شو بدها تروح تعمل معهم. ولكن نحن كل الجو اليوم بالبلد، حتى هلأ الرئيس السنيورة من شوي اللي هو بين اثنين عراب كل هيدي اللعبه، اليوم طلع قال اذا انا كنت وزير مال اكيد ما كنت دفعت. يلي هو اذا بدك من يعني اليوم كانوا 8 ادار نيتهم عدم الدفع. او توجههم هو لعدم الدفع، اليوم طلع الرئيس سنيورة حتى كمان يثني على هذا الموضوع. سو في توجه بالبلد اكيد لعدم الدفع. هلا عدم الدفع مش يعني من راكم الدين، بالعكس يعني منخفض الفوايد، يعني هذا الدين بمطرح بده ينزل. هذا هو السؤال، عدم الدفع هل يعني زيادة الفوائد؟ عم ينحكى أنه ستزداد الفوائد نهائياً بعد جدولة
الديون وهيكلتها، بس بده يصير في دفع فوائد إضافية. لا بالعكس، اول يعني اول توجه بده يكون هو تنزيل الفوائد من 6 او 7% ل 2 او 3%. فهول يعني كمان مترابطين جدا، يعني ولا ممكن ما حدا ابدا عنده نيه او عنده توجه يزيد الدين. نعم. ابدا بده راح ينقل لهم للي مدينين لبنان، اذا بدكم ننهار بننهار، ما حدا بيطلع له شيء ابدا. اذا ما بدكم ننهار بدنا نتعاون تندفع الدين وتندفع الفوائد تبعو للدين بخريطه الطريق كثير واضحه، اهم شيء ربطها بالصادرات اللبنانيه، لانه كمان نحن اليوم ما بيفت لنا فرص عمل، ما بيفت لنا دولار على البلد اذا ما زدنا الصادرات. سو هذا بده يكون شرط كثير رئيسي للتقليع. سو انا بدي اقول عم ينحكى اليوم هي مش هيك خبريه بنتسلى فيها ندفع او ما ندفع، هي قرار اقتصادي كثير كبير مرتبط بخطوات اخرى، يعني مرتبط بخطوات اخرى وبأكد لنا البلد لوين رايح بالعشر سنين اللي جايين، يعني هل حنلم البلد او ما حنلم البلد. نعم. هيدا الشيء الرئيسي. طب موضوع صندوق النقد في ترقب ل الفريق الذي سيحضر الى لبنان، فريق تقني، ولكن في تخوف من المطالب التي يمكن قد او من المقترحات التي سيقدمها للحكومه اللبنانيه، مثل الخصخصه، مثل زياده الضرائب، يعني في اجراءات ربما قد تكون قاسيه لتبنيها راهنة. كمان عم بصير تهويل كثير على اللبنانيين على السوشيال ميديا بشكل رئيسي، كل يوم عم يطلع عن حجم الضرائب يلي جاي. اليوم صندوق النقد جاي يقدم استشاره للحكومه اللبنانيه، مش جاي باي ورقه باي قرارات باي يعني. شيء الزامي ابدا، جاي تقول اذا بدكم تطلعوا من الازمه انا بقترح 1 2 3. طب اذا بدكم تدينوا 5 مليار انا بدي الزمكم بمجموعه ضرائب. نعم. اليوم توجه رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه ورئيس مجلس النواب هو لعدم الاستدانه، يعني هني عم بيقولوا نحن هلا عندنا فرصه. نعم. بموضوع الدين انه بجدوله الدين واحد، فنحن اولويتنا هيدي، اذا هيدي ما زبطت بعد الحديث عن استدانه من البنك الدولي هو حديث مطول، يعني هو حديث لم يبدا النقاش فيه، بعدهم شايفين هيدا لمرحله ثانيه. نعم. بهيدي المرحله الثانيه كمان اليوم اي لبناني بيفكر بعقلانيه بين اللي عم تتعرض له ليرته هلا انه يصير اليوم الدولار ب 4000 او ب 5000 وبين يكون في مجموعه ضرائب، صارت الضرائب اهين بكثير، يعني كمان بدنا نكون عقلانيين بهذا النقاش انه نحن شو اللي عم يقترحوا. بس اهم شيء انه اليوم ما في شيء مطروح ضرائب ابدا، هذا النقاش مش موجود ابدا. نعم. جايين يقدموا استشاره بمرحله ثانيه، عم نحكي عن مرحله ثانيه، يعني اكيد مش بكره، مرحله ثانيه 6 شهور سنه بدنا نطلب منهم مصاري، ساعتها بدنا نشوف كيف. كمان اللبناني بده يعرف انه بدال ما هلا ندفع الدين، ما نحن عم ندفع 4 أو 5 أو 6 مليار وعم نروح نتدين 5 مليار مع ضرائب ومع مدري شو. سو اذا نحن منشد مزبوط على حالنا نحن بغنى عن هيدا الدين وعن الضرائب الجديده. بس يعني رغم كل ذلك سعر صرف العمله سيبقى يتهاوى غسان، ليس كذلك؟ لان يعني عم يرتفع سعر الصرف بشكل سريع، وصل ل 2500 ليره ربما. اليوم صراحه اليوم وصل ل 2600. وكمان هون انا بعتقد صعب اعاده السيطره عليه، وكمان هون اللبناني صعب او ليس هناك نيه بالسيطره عليه. لا صعب كثير السيطره عليه، مساله السوق الموازي هي التي تحدث ربما كل هذه المشكله. السوق الموازي انا بعتقد ما في قرار اكيد عند الحكومه بالسيطرة عليه، بس كمان بطل في قدره على السيطره عليه، يعني اليوم اكيد المصرف المركزي ما قادر يلحق الصرافين طالما هو ما قادر يعطي المصارف اي دولارات، طالما هو ما قادر يعطيهم نحن حنضل خاضعين لابتزاز الصيارفي واللي هن فعليا فيهم يسكروا بكره على بكره ويشتغلوا من بيوتهم، يشتغلوا من محل ما بدهم، من محل ثاني، يعني ما حدا بيعرف فيه، بسوق سوداء 100%. سو السيطره هون بس ما في قانون ينظم عمل الصيارفي ويلزمهم باجراءات معينه، مثلا في سوريا صار في يعني تسكير لمحلات صيارفه، كانوا عم يشتغلوا سوق سوداء او عم بيجيبوا عمله عم بيصرفوا عمله بطريقه غير خاضعه للرقابه الحكوميه. فينا بالتجربه، لماذا في تقصير في لبنان في هذا؟ لا فينا بالتجربه اللي صارت فرجت انه اليوم الصرافين فيهم يسكروا بوابهم. يعني اي ضغط عليهم، يعني فاتحين على حسابهم، اي ضغط عليهم بخليهم يسكروا، وكمان في طلب على الدولار، يعني في طلب كثير كبير على الدولار. هل بصير تنظيم للسوق؟ يعني مثلا اليوم محطات الوقود هي تقدر تاخذ دولار بسعر معين من مصرف لبنان طالما هو قال قبل انه بده يلزم الصرافين ب 2000 ليره، هل قادر يلزم الصرافين لمحطات الوقود ب 2000 ليره؟ اكيد بدها يعني بحث. بس هون كمان حتى كل الناس متخيلين انه رئيس الحكومه ما عم يعمل شيء، رئيس الحكومه عم يعمل من قبل الضوء لاخر الليل، عم يعمل كل شيء اللي فيه يعمله، يعني عم يفتش على كل الصياغ،
حتى كيف بده يحل ازمه الدولار مطرح، كيف بده يخفف الضغط بهذا المطرح. سو في فريق عم بفتش على الحلول اليوم، شغله اللبناني يتلقى في حلول ويدفش باتجاه الحلول. نعم. يعني هلا السلبيه هيك بدي شير على شيء على السريع كثير، انه نحن اليوم قد ما نحمل مسؤوليه مين المسؤول، هيدي ما بتحل لي مشكلتي اليوم. هيدي اذا بدي بكره عندي انتخابات فيني اسال مين اللي كان مسؤول. بس في مشكله غسان بهذه النقطه تحديدا، انه في عدم معرفه بحجم الخسائر، يعني بحجم الخسائر تحديدا من مصرف لبنان. يعني تمت مراجعه مصرف لبنان كثيرا من قبل بعض القوى السياسيه مثل التيار الوطني الحر، مثل خبراء اقتصاديين، مثل الحكومه ايضا، يعني ان يعطي مصرف لبنان يعني مثل ورقه واضحه بالاموال. لماذا مصرف لبنان لا يقدم تقديرا للواقع المالي، يكون صريحا وشفافا للبنانيين؟ بعتقد لانه بخاف من هالحقيقه. يعني هيدي الحقيقه بتخلي اذا اليوم الدولار ب 2600 بتخلي الدولار يصير ب 5000. يعني اليوم بس مصرف لبنان بده يطلع يقول حقيقه موجوداته، يعني انهيار حتى الاساسه في طبعا. يعني اليوم حيعرف اللبناني اللي نحن صلنا 10 سنين من قلو اياه انه وضعك المالي مش هيك، حتى اذا بدك مش نحن، في خبراء اقتصاديين مثل محمد زبيب، مثل شربي النحاس، مثل نجاح وكيم، صار لهم 20 سنه بيحكوا له هذا الحكي، انه انتم وضعكم المالي هالقد، انه الحاكم عم بكذب بموجودات مصرف لبنان، انه ما كان حدا يسمع ابدا. سو اليوم بهاللحظه اذا بده يطلع يقول حقيقه الموجودات اللي هي عنده بشكل علني للراي العام، انا برايي بتعمل شوك كثير كثير كبير وبتنقز الناس. ولكن تيوصل فؤاد السنيوره يطلع يقول ما ندفع، يعني نحن ما قادرين ندفع، يعني مصرف لبنان ما عنده اي مبالغ ماليه تسمح له بالدفع ابدا. سو اليوم حتى هو الحاكم ما عم بيقول، حتى بس في اصرار، يعني حسب ما وصل من المصارف في بيان المصارف ومن الحاكم، انه في اصرار على دفع الديون. يعني كيف بدهم يدفعوا ديون اذا لم يكن لديهم القدره على دفعها؟ في اصرار لانه في بين اثنين هيك جشع ما له نهايه. يعني اليوم اصحاب المصارف مش مستعدين ابدا يعترفوا بالواقع اللي هن وصلوا له. بعده الجشع موجود طبعًا. يعني مع كل انهيار اللي حاصل بالبلد طبعا هن بيقولوا لك خلينا نلحق حالنا، اذا اليوم في تنفترض 17 مليار خلينا نلحق حالنا نحن ناخذهم لهول 17 مليار، مش يصرفوهم على الدواء وعلى البنزين وعلى يعني على مواد اوليه لكل الناس. يعني عندهم انه طالما في 17 مليار، الحاكم عم بيقول في 17 مليار، تعالوا ناخذهم نحن، ليه بدنا نعطيهم للناس او 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 الدوله تجيب فيهم شيء؟ سو كمان هيك هن في اصرار بدهم اياهم لهول المصريات. بيقولوا خلينا نستفيد منهم بشكل رئيسي نحن. نعم. طيب يعني الان نستطيع ان نقول انه ليس هناك من تخوف من صندوق النقد الدولي، لانه الخبراء الاقتصاديين الذين يرسمون، يعني اللي تحدثت عنهم طبعا، هم ضد يعني اي استدانه من صندوق النقد اساسا، ضد تدخل صندوق النقد بالاساس في اي اقتصاد. بس الان ما في ايضا يعني تخوف من مزيد من الارتهان للمؤسسات الدوليه كحل في ظل غياب خطة اقتصادية في موضوع الانتاج والصادرات وتفعيل العجلة الاقتصادية في البلد؟ لكن أكيد أن اليوم رئيس الحكومة كرئيس حكومة جديد جاي وبين اثنين في حملة تخوينية وكتير كبيرة ضده، هو كان طبيعي أنه يطلب استشارة هيك دولية تريح مراكز صناعة القرار الاقتصادي بالعالم. كمان تريح الصناديق والمؤسسات يلي سمعنا عنها كتير بتصنيف لبنان. هو طبيعي يطلب منهم شو رأيكم. والمنيح لما يطلب منهم شو رأيكم أنه اللبناني حيشوف أنه أنت يا بدك تمشي بهذا الخيار، وهذا الخيار بيوديك لهنيك، بيوديك على هول الضرائب الزيادة، على هذه الظروف المعيشية، على كل هذا الوضع. إذا بدك رفع الدعم عن الكهرباء، رفع الدعم عن البنزين، رفع الدعم عن المازوت، رفع كل أشكال الدعم وإيقاف كل المصاريف الجانبية. نعم. يعني لما كان عم ينحكى مع اللبناني أنه بدنا نعيد النظر بسلسلة الرتب والرواتب من سنة، كان رافض بشكل كامل، إن شو عم تحكوا مستحيل وأنا هيدي حقوقي. نعم. طب أنت اليوم خسرت سلسلة الرتب والرواتب وفوقها سلسلة الرتب والرواتب تانية. نعم. يعني خسرت درجتين بدل ما تخسر واحدة بس. أيه. طيب اليوم هلا بده ينقال لهم انه هيدا صندوق النقد الدولي عم بيقول بدنا 1 2 3. نعم. هل بدكم نروح لاصلاحات اقل ضراوة، اقل اذا بدك مأساوية
من يلي عم يطلب فيه صندوق النقد الدولي او ما بتكون. نعم. سو كمان منيح نشوف الخيار الثاني اذا بدك بكل سوداويته تنقدر ناخذ خيارات ثانيه. يعني اكيد انه السيء والأسوأ. اكيد انه اليوم رئيس الحكومه عم بيقول حتى بالموازنه اللي قدمها اللي وافق عليها حيعيد النظر فيها. واحد اكيد انه مش مزبوط ما حدا عم بيعمل خطه اقتصاديه، اكيد في فريق عمل طويل عريض عم بيجرب يلم البلد، في مقابله فريق طويل عريض عم بجرب يخون ويخفف الاندفاع ويقول هذا كله مش منيح. هذا ردك على من يقول ان الحكومه بطيئه بالاجراءات. انا برايي ما في، انا برايي اجراءات من هذا النوع بتعالج خلل عمره 30 سنه، اكثر من 30 سنه عمره من قبل الحرب اللبنانيه، ما فيها تتاخذ ب 24 ساعه. اكيد بدها بحث كثير تفصيلي، بدها استشاره خبراء دوليين. نحن اليوم مثلا موضوع ندفع او ما ندفع، الحكومه اللبنانيه بدها تكلف مكتب دولي. هلا المبلغ اللي حتكلفه فيه كمان قبل ما تنتشر الخبريه مبلغ كثير صغير، يعني لا يقارن بالمبالغ اللي نحن بنصرفها على اشياء كثير سخيفه. بس هون بدك مكتب دولي، يعني انت ما عندك مكتب بلبنان يقوم بهذا الشيء. بدها تعمل نقمه هالخبريه. ما بعرف قد ايه، بس انه لا، انه اليوم اذا واحد بده يفاوض الدائنين ما في رئيس الحكومه يفاوض الدائنين، بكلفوا مكتب دولي لمفاوضه الدائنين. طيب اللي هو بين اثنين، يعني اللي كان وزير عمل بالحكومه السابقه اللي هو قوات لبنانيه، انه نعم. يعني مش رايحين يجيبوا مدري مين، رايحين يجيبوا الحدا المتخصص بهذا الملف. تمام. طيب سو كل هذا البحث ما في يصير ب 24 ساعه، يعني هيدي مش كبسه نحن بنحل الازمه الاقتصاديه نحن واقعين فيها، هيدي ازمه عمرها 30 سنه عندها كثير تشعبات وكثير هيك قضايا جانبيه. نعم. انا بدي اشير لشيء ضروري، انه نحن اليوم ميزاننا التجاري كان 20 مليار. نعم. بنستورد بنصدر 3 مليار. طيب هيدا عم نحكي عن الارقام الرسميه دون 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 التهريب. طيب دون التهريب مع التهريب بنصير 23 مليار. 23 مليار شو؟ استيراد. و3 مليار تصدير، يعني هيدا رقم عن جد بفوت بجينيس بوك، رقم خيالي ما في دوله بالعالم عندها اياها. طيب. اليوم هيدا واقف، كمان اللبناني بده يعرف انه بهي الازمه الاقتصاديه نحن هلا ميزاننا التجاري حيصير 6 مليار ب 3 مليار، يعني هي التوقعات. طيب هيدا شيء سوبر 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 منيح، يعني هذا الشيء لإعادة بناء الاقتصاد كثير 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 منيح. بس بعده حجم الصادرات سيبقى على حاله، يعني عم قلك نازل من 23 ل 6، يعني بالعكس نازل الصادرات. صادرات لا مش الوارثة. لا الصادرات هلا عندنا فرصة نزيدها. يعني اليوم التوجه تعالى عن 3 مليار. انه هول 3 مليار كيف بدنا نعمل المستحيل تيصيروا 6 مليار. طيب وهذا الشيء عم ينشغل كمان، هذا الشيء مش بده ينشغل، هيدا عم ينشغل اي نوع صادرات فينا نزيدها اليوم. يعني زيادة طيب. الانتاج في الزراعة في صحيح. الصناعة الصناعات الغذائية بشكل رئيسي، يعني هي اللي فيها تزيد لنا بالصادرات. في اسواق لها. في اسواق لها اكيد. نحن اليوم يعني الحكومه اللبنانيه السابقه عملت شغل مع دول البرازيل، في جروب دول 7 أو 8 دول اللي هن حوالي البرازيل. نعم. نحن عاملين معهم شغل كثير منيح بيسمح لنا بالتصدير بدون جمارك بدون شيء. طيب كمان هون بدنا نعرف انه هول لما الصادرات نزلوا. نعم. من 20 ل 6 يعني ايرادات الدوله اللي هي اليوم ايراداتنا، يعني الدوله تدفع معاشات هي بتفوت من الجمارك. نعم. طيب ايرادات الدوله نزلوا بشكل كثير 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 كبير. سو بدي اقول بس تجاره السيارات، استيراد السيارات وقطع السيارات كانوا يفوتوا كل سنه لخزينه الدوله تقريبا مليار. طيب هذا المليار لم يعد موجود. اوكي وهيك بدك تعدي. سو اليوم ايرادات الدوله متراجعه كثير كثير، وهذا يعني هل يمكن ان نصحه مثلا حتى الدوله لا تستطيع ان تدفع معاشات للموظفين؟ يعني ايه طبعا، يعني اليوم اذا الدوله بايراداتها مثل ما هي عم بحكي عن الاستيراد نازل وبالتالي الضرائب والجمارك نازلين. واحد اثنين كل شيء عملي صعبه كانت هي تاخذ عليها كمان هيدي واقفة. ثلاثة كل التحصيل اللي كانت تجبيه، يعني كل الجباية اللي الدولة بتقوم فيها اليوم ما في ولا لبناني أو كل لبناني عم جرب يأخر قد ما في الجباية الخاصة بالدولة، يعني الزبط، يعني كل الرسوم اللي هو بيدفعها للدولة اللبنانية. يعني في لمعالجة هذه الأزمة، أولا مثل ما قلنا الأزمة طويلة بحاجة لصبر، في إعادة التفكير بمجمل الاقتصاد اللبناني من ناحية الإنتاج طبعا. ومسألة استعادة الأموال المنهوبة هل عملية؟ أنا برأيي هو عنوان، يعني هو عنوان جذاب للميديا، ولكن بالمضمون هو عنوان شبه فاضي. يعني أنا اليوم يعني بي 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 بيقدر يساعد الاقتصاد على النهوض؟ في أموال منهوبة. أول يعني أول مركز لنهب الأموال إذا بدنا نقول هو تنفترض صندوق المهجرين. طيب ما هو المصريات ما راحوا لزعيم، هول الزعيم بنى زعامته بفضلهم، ولكن هني راحوا لآلاف العائلات اللبنانية، كيف بدك تسترجعيهم؟ طيب الأموال المنهوبة من خلال
مجلس الانماء والاعمار، ما كمان هيدي راحت عم شريع. طب الاموال المهربه في ايضا صعوبه باستعادتها. اوكي، هيدا جزء من التصادم مع الحاكم، انه كيف سمحت بخروجهم لهول المصريات، واليوم انا بعتقد عم ينحط اليه من المجتمع المدني مش حزبيه. نعم. لتجرب تلاحق اللي هربوا اموالهم. اي مجتمع مدني تحديدا؟ المجتمع المدني يعني عم ينعمل شيء، جزء منه نقابه المحامين، جزء منه وزاره العدل، جزء منه جامعه اليسوعيه، عم ينجرب ينشغل شيء خارج الاصطفاف الحزبي لاسترجاعهم لهول الاموال، لان هول الاموال بيريحوا المصاري بس ما بيروحوا للدوله اللبنانيه، يعني هول حيرجعوا للمصاري. في موضوع اخر غسان، هو موضوع من سيساعد لبنان. لبنان يعني في قرار يعني عبر كل الحكومات برفض أي مساعدات لا توافق عليها الولايات المتحدة الأمريكية. إيران عرضت مساعدتها أكثر من مرة، علي اللرجاني أيضا أتى إلى بيروت، في مشاريع حيوية عرضتها إيران، أهمها موضوع الكهرباء مع كل ما يعني هذا الملف من هدر في الخزينة الدولة اللبنانية. هل هذه الحكومة قد تتجرأ على اتخاذ قرار مغاير ومعاكس ويقبل بالمساعدة الإيرانية مثلا؟ أوكي، أنا بعتقد أولا في خطيئة كبيرة عملها الوزير جبران باسيل، هو يوم يلي قدم الإيرانيين اقتراح جدي بموضوع الكهرباء بناء المعامل ولم يتم تلقفه. طيب اليوم نحن الإيراني معني وحزب الله بشكل رئيسي معني، أنه هو يقول إيران عم تعرض تقدم بناء 4 معامل ومين عم يرفض؟ إذا في هذا العرض صحيح، يعني إذا هذا العرض كمان مش ضبابة، مش معروف من وين وكيف. وهون كل لبناني بده يعرف أنه نحن عم يجي حدا يقلنا خدوا 4 معامل ببلاش، بركب بجهز ببني لكم اياهم وبشغلكم اياهم وبعطيكم اياهم ببلاش، لانه هو اصلا الايراني كان هيك مقترح. نعم. سو اليوم عم يجي حدا يقول لك انا ببني 4 معامل وفي فريق ثاني رافض ومنعنا ناخذهم لهول، وبالتالي هون بتطلع يعني ما بتعود الكره لعند فريق سياسي، بتصير كره عند الراي العام. هل الراي العام اللبناني من كله، من كل اطيافه، من كل افريقائه، بده يقبل بهذا العرض او ما بده يقبل؟ الراي العام اللبناني الذي يعني شارك بالحراك والتظاهرات بيقبل بالمساعده الايرانيه؟ هلا سؤال كثير عام بس الجو العام بعتقد بوضع بلد مثل هيدا بحدا وصار كل الناس عارفين فاتوره الكهرباء قد ايه كبيره. نعم. طيب وعارفين اذا ما اخذنا هيدي الفاتوره كمان الصندوق النقد الدولي شو حيعمل فينا؟ نعم. كيف حيوقف عنا كهرباء؟ يعني اليوم اللي عم يقترحوا صندوق النقد هو ما يعود في لبنان كهرباء لحين بناء المعامل. طيب وبالتالي هل نحن مخيرين قدام هون اللبناني بده يعرف بده يمشي بين اثنين ورا فارس سعيد ونوفل ضو وخوفهم من الامريكاني، او بده ياخذ خيار مصلحته؟ بس الامريكاني عم يمارس ضغوط على هذه الحكومه غسان لهلا في الموضوع الاقتصادي. في موضوع العلاقات الاقتصاديه لهلا نحن ما شفنا هذا الشيء، يعني لهلا الضغط الرئيسي هو ضغط سياسي، هو ضغط بالسياسه شو بتكون تعملوا بموضوع العميل الفخوري شو بتكون تعملوا هلا سنتحدث عنه بعد قليل. ولكن ما شفنا بعد ضغط اقتصادي حقيقي. سو كمان الايرانيين هن معنيين بتطوير مبادرتهم، مش نحن بدنا نروح نقدم او نحن جاهزين لتقديم للبنان كل ما يريدوا. هن مسؤولين انه يشرحوا شو بدهم يقدموا وين، ومسؤولين يبنوا راي عام مؤيد للي عم بيقدموه، مثل ما الامريكاني بيشتغل. الامريكاني بيقول لك ما فيكم تاخذوا، وبيبني راي عام مؤيد لانه نحن ما ناخذ من ايران. بعد مهمه بالنسبه للراي طبعا العام. وهيدا فعليا يلي السيد حكي عنه امبارح بكلمته، يعني امبارح السيد كان عم بيقول مثل ما هن عندهم عده اعلاميه بتسوق لكل اقتراحاتهم ومشاريعهم، نحن بحاجه لعده اعلاميه تواكب اقتراحاتنا وتسوق لاقتراحاتنا. سو اليوم اذا في بناء معامل بده خريطه تسويق بالمجتمع اللبناني لهيدي المعامل، حتى يصير اللي بيرفض المعامل ما له عين يطلع بالناس. يعني مثل ما هن بيعملوا فينا فعليا لازم كمان نحن نكون عم نعمل فيهم، انه هيدا المعمل مين من الراي العام بده يقول ما بدي اياه لهيدا المعمل. طب غير بناء معامل الكهرباء كمان الايراني مسؤول يقول شو عنده اقتراحات اقتصاديه ثانيه. وهون انا بدي يعني استغنم هذه الفرصه حتى اقول نحن اليوم ازمتنا نحن واقعين فيها هذا الحصار خصه بحزب الله فقط، يعني هذا ما خصه بانه امريكا مدري شو بدها من لبنان. اولا بدها حزب الله، يعني لبنان ممنوع يكون دوله بتروليه قويه لانه في حزب الله كمان، مش لانه هي ما بدها لبنان يكون دوله بتروليه. سو اساس الازمه موضوع حزب الله. سو حزب الله معني كثير بتطوير أساس الأزمة من الخارج مش من الداخل. طبعًا الأزمة طبعًا بالداخل الأزمة في بالداخل خاصة فساد، ولكن الحصار الدولي المفروض هو عنوانه الوحيد سلاحه
لحزب الله. سو حزب الله وحلفاء حزب الله بالمنطقة مسؤولين عن مقاومة الحصار الاقتصادي واقتراح حلول جدية لكسر الحصار الاقتصادي اللي مفروض عليه. تنويع أيضا يعني مش بس عم نحكي عن إيران، يعني أنا أتحدث عن الصين، لا أدري مدى جدية الصين في أنه مسألة طريق الحرير والبناء البنى التحتية يعني انتشرت في كثير من الدول، والصين شاركت بفعالية. هلأ عندهم أزمة كورونا، بس لا أدري إذا كان مشروع بعده مطروح لمساعدة لبنان. روسيا أيضا خصوصا الآن مع تحرير حلب في إعادة تنشيط للصناعة، ربما قد يستفيد لبنان أيضا منها. المبادرات الصينية بالعراق كانت مشجعة جدا، يعني لما نحكي عن 400 مليار استثمارات صينية بالعراق هو رقم خيالي، وهو أنا برأيي الرقم اللي عمل يعني هزة بدن بأمريكا، جننت الأمريكان أنه شو الصينية عم يعملوا ببغداد. نحن بلبنان بعد ما شفنا أي مبادرة، أي شبه مبادرة جدية، أي مبادرة جدية صينية أبدا. اللي كتير مؤسف أنه حتى الروسي بكل هذا الشيء اللي عم نعيشه بعد ما حس حاله هو معني جديا بمساعدة البلد أو بلم البلد. يعني تصريحات السفير مشجعة جدا، واعدة جدا، ولكن دايما على الأرض ما عم نشوف في ترجمة اقتصادية لإله. يعني بعد ما في أوكي أكيد بموضوع النفط، موضوع الغاز أخذ الروسي خيار كتير كبير، وصراحة لمنا يعني نحن اليوم رحنا استراتيجيا نشتغل غازنا ونفطنا مع الروسي 100%، وهون صار ظهرنا آمن كمان 100%. بغير موضوع الغاز والنفط وكمان بعد شيء بالغاز والنفط، بعد الروسي ما فرجينا قديش هو قادر يضغط على فرنسا وعلى إيطاليا أنه هني ما يتراجعوا أو ما ينسحبوا. لأنه تنقول أنه الشركات التي أخذت النفط في لبنان هي إيطالية وفرنسوية وروسية واليوم يعني حيخزن هيدا الغاز بمستوعبات روسية. يعني اليوم روسيا عملت استثمار لتخزين الغاز بشمال لبنان. طب الروسي غير الغاز بعد ما فرجينا شيء بالوقت اللي في كتير قطاعات أهمها سكة الحديد اللي بتربط طرابلس بحمص. يعني هذه حيوية للروس كتير، بعد لليوم هني ما أبدوا أي هيك اهتمام فيها. وأهم شيء كمان مصفات النفط بطرابلس اللي هي بتجيب نفط العراق وبتسمح بتصديره من هون. كمان كان مفروض الروس يكون. شكرا جزيلا لك غسان سعود، عملنا جولة هيك على الوضع. في عقب بشيء آخر شيء؟ تفضل. بدي أقول أنه أنا عشت يعني 7 سنين هني أحلى 7 سنين بحياتي على كرسي قدامه لأنسي الحج لما كان يصلح لي اياهم لمقالاتي. هيدي كانت فرصه بعتقد يعني اكيد ما بتتكرر واكيد ما بتصير لكثير ناس. انا بقول كنت كثير شو محظوظ اني كنت قاعد قدامه على هيدي الكرسي. ومن وقت هو بصحيفه الاخبار من وقت هو توفى لليوم انا ولا مره كتبت عنه او هيك اشرت لشيء، لانه دائما بحس انه حدا مثل انسي كثير صعب ينحكى عنه. فيعطيك العافيه هلا بعد شوي. شكرا كثير غسان. يعني هي ذكرى مؤلمه ومؤثره لكل اللي عرفوه وحبوه، اكان عبر الورق او حتى بشكل شخصي. شكرا لك غسان سعود. مشاهدينا قبل ان نختم مشهد ساخن، ما رايكم كما قال غسان قبل قليل عن مساله الضغوط الامريكيه عبر العميل فخوري، ان نسترجع معكم ما هو واقع هذه الضغوط التي تمارس على لبنان الان في قضيه هذا العميل؟ لماذا تريد الولايات المتحده الامريكيه اطلاق سراحه؟ ومن هو هذا العميل؟ نسترجع قليلا لمن لم يعرف كثيرا عنه. الى القصه كامله. عامر فخوري محتجز في لبنان من دون وجه حق، هذا ما خلصت إليه السناتورة الأمريكية جين شاهين. شاهين ذهبت أبعد من ذلك للقول أن التهم الموجهة إلى فخوري لا تستند إلى أدلة، وأضافت أن حالته الصحية رهيبة وعلى الحكومة اللبنانية أن تدرك أن الاعتقال ستترتب عليه عواقب. هذا إذن في تصريح السناتورة الأمريكية، إذ لا دليل برأي السناتورة على جرائم الفخوري في طبعا رأيها ورأي واشنطن. أما في لبنان البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة فالأمر لا يبدو كذلك. ففي لبنان هناك تاريخ وحاضر يشهدان على ما ارتكبه الفخوري منذ 3 عقود. في ثمانينيات القرن الماضي حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي السكنة العسكرية في بلدة الخيام بجنوب لبنان إلى معتقل ذاع صيته السيء طويلا. المعتقل شهد أبشع أنواع القتل والتعذيب طوال نحو عقد ونصف من الزمن،
ما أدى إلى استشهاد العشرات. آلاف الأشخاص بينهم أطفال ونساء وشيوخ مروا على زنازينه وذاقوا أبشع أنواع التعذيب والتنكيل بإشراف مباشر من إسرائيل وعملائها في ميليشيا ما عرف حينها بجيش لبنان الجنوبي بقيادة العميل أنطوان لحد. في هذا المعتقل برز الفخوري حيث كان آمر المعتقل ومسؤولا مباشرا عن كل الارتكابات التي شهدها، وخلال إمرته رقي من رتبة ملازم إلى رتبة نقيب. جرائمه موثقة ليس لدى الأجهزة الأمنية فقط بل في أذهان الضحايا أيضا. عن جد كانت صدمة كتير بالنسبة لنا، ويمكن فتحنا جروحاتنا، الجروح عم نحاول نحن ندملها، فتحنا إياها بقوة. يعني تخيلت ساعتها الشهداء اللي استشهدوا بقلب المعتقل. في أيلول سبتمبر الماضي وصل الفخوري المعروف بجزار معتقل الخيام إلى بيروت عبر المطار، وهنا فتح ملف كان مغلقا لعقدين من الزمن. سحبت أوراقه الثبوتية قبل أن يوقف لاحقا ويعترف بتعامله مع إسرائيل والعمل لصالحها والاستحصال بعد فراره من لبنان قبيل التحرير إلى داخل فلسطين المحتلة على جواز سفر إسرائيلي. عودة العميل الفار أثارت استنكارا وغضبا واسعا في الشارع اللبناني وعلى مواقع التواصل، وكثرت الأسئلة عمن سهل عودته هذه. القضية التي باتت قضية رأي عام تنتظر حكم القضاء العسكري الذي عقد سلسلة جلسات حتى الآن، ووجهت لفخوري تهمة القتل العمد والخطف ومنعت عنه المحاكمة بتهمة التجند في جيش الاحتلال الإسرائيلي والتعامل معه لشمول هذه الجرائم بمرور الزمن. كما يلاحق فخوري الموقوف في المستشفى بدعوى أخرى مرفوعة ضده من قبل أسرى محررين. واضح جدا من اول نهار كان التدخل الامريكي السافر بهذا الموضوع جدا جلي ووقح، من اول نهار محاوله دخوله على حرم المحكمه العسكريه واستباحه سيادتنا، مرورا بوصول مستشارين امريكيين ومحاوله انه والله بيجيبوا محاميه امريكيه، كانه يا لطيف القصه جابوا محاميه امريكيه، وهلا اللي عم تسمعوه كله بالاعلام انه ايه عم ينحكى بدوائر القرار بالولايات المتحدة أن هناك مواطن أمريكي بيعتبروه معتقل ومحجوز حريته تعسفا، وأنه لبنان عم يعمل هيك، وأنه نحن معتقلين ومتسلطين عليه. نحن من أول نهار لجأنا للقانون مثل ما بتعرفوا، كنا تحت سقف القانون والقضاء، وقلنا ملء الثقة بالقضاء. موضوع العمالي لا يساوم عليه، لا نستطيع ذلك، ما حدا بيقدر يساوم عليه. إذن هذه كانت قصة كاملة لموضوع العميل فخوري. نختم الآن المشهد الساخن مشاهدينا ونذهب فورا إلى المشهد الثقافي. لا يمكن أن يمر هذا اليوم من دون أن نستذكر هذا الرجل، ففي مثل هذا اليوم تحديدا قبل 6 أعوام رحل أنسي الحاج، المفكر المحدث في الشعر الريادي في الكتابة وصاحب الرؤية، مؤسس مطبوعات ورقية في عالمنا العربي، ترك نهجا في كتبه ومقالاته وأثارا أيضا على من عمل معه من الصحفيين الشباب، وترك مدرسة أيضا لهم في مجال الصحافة والكتابة. نستذكره اليوم ونستعرض أبرز قصائده أو بعضا من هذه القصائد. نذهب إلى فاصل قصير الآن مشاهدينا ونتابع بعد الفاصل المشهدية
وننتقل إلى بعض كواليس برنامجنا في عيده الأول. اليوم نتمم العام على الهواء، ابقوا معنا. الجزء الثاني من المشهدية استثنائي الليلة، لأنه منذ عام مشاهدينا في 18 من شباط فبراير 2019 انطلقت المشهدية لتكون محطة إخبارية يومية منوعة على شاشة الميادين. التحدي كان حينها ولا يزال كبيرا، تحدي المحتوى اليومي والمنوع بين السياسي والفني والثقافي والتكنولوجي وغيره، تحدي الإيقاع السريع الذي يتماشى مع عصر يحتاج فيه المتلقي إلى الكثير في وقت قليل، تحدي التجديد في المادة الصحفية والابتكار في عرض المادة الخبرية للمشاهد، التفكير بزوايا جديدة أيضا، برؤية فريدة لقراءة الأحداث وأبعادها، لشرح معانيها ودلالاتها، تحدي المواكبة اليومية للتطورات على اختلافها. لا شك في أننا أردنا صناعة برنامج بديناميكية جديدة وروحية عصرية. كيف كان عامنا الأول؟ حاولنا إيجاز ضيوفه ومواضيعه وأجوائه في هذه المشاهد. 18 من شباط فبراير 2019، أهلا بكم مشاهدينا إلى الحلقة الأولى من المشهدية وفي مشاهدها لهذه الليلة. وبهنيك بداية بانطلاق البرنامج. شو عم بيقول وزير الدفاع للإسرائيليين؟ في رسالة مشفرة، نحن جاهزون لهذه الحرب وقادرون عليها. نعم. يعني مش بس عنا الإرادة، لا عنا القدرة. اضرب والريحة تصيح، تسلم يا حام الدار، والما بتردن ريح، دوقهم طعم النار. نحن في هذا البرنامج رسمنا هدفا سندافع عنه بقوة، كل ما هو حق عربي سنقف إلى جانبه وسندعمه بأعلى صوتنا. بعد 100 سنة من وعد بلفور ولم تصبح فلسطين إسرائيلية. أشادت بموقف الرئيس الأمريكي في نقل السفارة إلى القدس. سماحة السيد حسن نصر الله في هذا اللقاء هو لقاء كل محور المقاومة مع القيادة الحمساوية. أمر دمج الحشد الشعبي بالجيش العراقي أو أي بمؤسسة أخرى أو هذا المتلازمة التي تصبح فيما بيناتهم أمر مطروح الآن للنقاش والتباحث. صعون وحزب الله وحركة أمل والطيار أسقطوا الحجة من خلال المساعي الحسيسة مع التمسك بالرئيس الحريري أو من يسميه الرئيس سعد الحريري. نحن لما محور المقاومة ينادي، لو متنا عشاء شهادي، مثل الشجر بأرض بلادي، بأرض بلادي منموت ونحن واقفين، منموت ونحن واقفين. درجة أولى نتعاون مع سلطات السورية رسمية، والهدف الأساسي إعادة سيادة سورية. العرب مش فاهمين شو عم يعملوا بالبحرين. تحدث الرئيس محمود عباس مباشرة أمام كل القيادات العربية وقال نحن لن نذهب إلى ورشة أعمال البحرين ولا نريدكم أن تذهبوا إلى ورشة أعمال البحرين. كشعب فلسطيني اليوم نجسد وتجسدت الوحدة فيما بيننا في أكثر من أي وقت مضى. نرحب معنا في استوديو المشهدية بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وسينضم إلينا أيضا في هذه الحلقة جون بولتون نفسه. مساء الخير دكتور خير الله، أهلا بك. أعتقد أن الكل يتذكر تلك الصورة عندما حمل هذا الملف وكتب عليه أنه من الملاحظات التي دونها بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي سينشر قوات في فنزويلا. فهنا الهموم تجتمع بين الروسي وبين الإيراني لأنهما مصالح ولهما مشاريع في المنطقة. هل نحن فعلا أمام حرب أهلية جديدة؟ لا أكيد لا، نحن اليوم بعهد الرئيس القوي، بعهد نرجع لأي فتنة. هي حكومة مواجهة للمشاكل والأوضاع المتردية
على الصعيد الوطني. لا زلنا قابضين على الزناد وأيادينا تحمل أسلحتنا. الجهاز الكادر الذي يعمل ضمن وزارة التربية السورية يتجاوز 450 ألف موظف بشكل كامل. على نار الحب ألول ولقيتها من الجنة. الصين دولة عضو داهم في مجلس الأمن وتريد أن تلعب دورا بناء من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. أعتقد أننا نحن نتوجه إلى خلق عالم جديد خلال 20 سنة القادمة. أنا سوري اسمع علينا شوي سلاحي ضحكي وغني اسمع علينا شوي أنا سوري وبنت الشام جاي على بلد الأحلام. كل ست سال بين سالها يعني تقريبا كل عام وأنتم بخير. في كثير اشياء طيبه فيك تستحلي يعني. شكرا كثير طيب ولا صرنا نستحي يعني. لا حيفكروا العالم انه هالبرنامج للاكل. لا اخر مره بعمل تحدي من اثنين سيدات. اشكركم كثيرا زملائنا عماد شطارة من تونس ومحمد الخضر من سوريا من دمشق على عن جد يعني وضعتونا في صوره الواقع المعيشي. الافضل لنا ان يعني ان نقبض رواتبنا من هنا وان نعيش في باكستان ستكون الحياه مثاليه. قصه كبيره مش كل الناس بتفهم. اليوم هو اليوم العالمي للايموجيز البوست سمايلز على التليفون وهالاشياء مهضومه. يوم يعني عالمي كمان عاملين له شو رايك يعني عاملين له هي كتير كبيرة للمشهدية وللكرو كله. سنقدم الورود نحن اليوم، هذه مبادرة المشهدية. ما حكيت ما بقدر أقيم التعبون فعلا. أنا ما كنت بتخيل هذا الحب اللي ابتدى من أول ما فتحت الحساب. هدول الناس أوفية معي. مشاهدينا الآن ما رأيكم أن نستكمل استعراض الأرقام يعني. أنتم كذلك في قناة الميادين قد أظهرتم قصدا كبيرا من التضامن مع كل العاملين هنا. هذه الانتفاضة ليست جسما موحدا. وفق أستانا وسوتشي تلزم تركيا بالتعاون مع سوريا ومع روسيا في مكافحة التجمعات الإرهابية. شو بتقولي للميادين؟ فعجت بقلبي دماء الشباب وضجت بصدري رياح أخر وقالت لي الأرض لما سألت أي أم هل تكرهين البشر. أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر. مشاهدينا بهذا تكون مشاهدية قد اكتملت لهذه الليلة. اكتبوا لنا على مواقعنا على إنستغرام تويتر وفيسبوك ونلتقي طبعا في الغد عند الساعة 8 مساء. إلى اللقاء. اليوم يوم عاطفي جدا بالنسبة إلينا حتى يعني عند استعراض كل تلك المحطات خلال هذا العام. نشعر أنه يعني بالأمس كانت ربما أول حلقة لهذه الدرجة. مر الوقت بسرعة. مشاهدينا طبعا أنتم تتابعون المشهدية اليومية ولكن أيضا هناك مشهدية خاص لها فريق عمل مختلف عن فريق اليومية. ما رأيكم أن نسترجع سويا أهم الحلقات والضيوف طبعا يعني بإيجاز الذين مروا معنا في المشهدية خاص التي تتابعونها يوم الجمعة. شجرة الزيتون لما بتتخلى عن جذورها بتموت ونحن أشجار زيتون مغروسين في هذه الأم اللي اسمها سوريا. جاهز لنفتح صندوق الذكريات؟ يا ريت يا ريت. بجوز اللي لازم قله يا ما لازم قوله على التلفزيون. من سينتصر برأيك؟ نحن. مين أنتم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو حلو سوريا بقيت. هاي سوريا مش دكانة. غوار. غوار بقيان. بقيان وين؟ طالما بقيت سوريا بقيان هنا في حي الأمين وفي كل أحياء دمشق. صرنا بمكان عنا فرصة لحتى
نساهم برفع الظلم عن كل إنسان مهمش. لازم أشرح أنه اليوم عيد ميلادي بس ما كنت عادة عن جد ميسي كتير. سوريا بتعني لي كتير وخاصة الدراما السورية. تبرعتي بأجرك في وقت سابق لجرحى التفجيرات في سوريا. بعد جرح مفتوح وأنا بعد مش متقبلة فكرة. المشهدية اليوم مميزة، إنها جلسة عائلية مع ضيوفنا الزملاء وفاء العام دكتور يحيى أبو زكريا، راميا الإبراهيم وريحان يولا. سؤال صعب دكتور يحيى. لا يصعب، صعب للغاية. تفضلي. عجبك الحشيش اللبناني؟ منطلع عشنو؟ أتبع أي جهة وسلطة هي فلسطين. مجرد وجود المقاومة كفكر هازمينه. الذكاء الاصطناعي سيحكم تطور العالم شئنا أم أبينا. أنت تعرفين أم عماد سيدة حبيبة قلبي؟ أم عماد ما أنا من الناس اللي بيرحلوا. أم عماد خلقت لا تبقى، لا في أم بالدنيا ممكن تقدم بهالإيمان أولادها. لو ما الإسلام ما في مسيحي، ولو ما مسيحي ما في إسلام. وخاصة كنيسة القيامة مفتوحة للمسيحيين الفلسطينيين أبناء القدس، وكذلك لكل الزوار والحجاج. القوم اللبنانية وجميع القوى الرديفة ما دافعت عنا لا أمريكا ولا فرنسا ولا أي دولة تانية بتدعي أنه هي كانت تدعي سابقاً أنه هي بتحمي المسيحيين من شيء. أتمنى من كل المرجعيات الروحية المسيحية والإسلامية بأن تدافع عن القدس وأن تدافع عن فلسطين. نحن نتمنى أن نستمع إلى الأصوات المنادية بالحق. معنى ذلك هنالك معادلة جديدة بالخارطة السياسية الإسرائيلية. أكثر المتضررين من هذه المعادلة هو بنيامين نتنياهو. في شيء نقبله، في شيء مستحيل نقبله أو نتعايش فيه أو نقبل التفاوض، هي الأمن والقضاء. أول ما وعيت على الدنيا حرب، ملاجئ، تهجير. أنا مؤمن بالغد، إيمان لا لبس فيه ولا إمكان، بالرغم من كل ظروف السيئة اللي مرينا فيها كوطن عربي كأمة عربية وكوطن لبنان. في نوع من الخشية على هذا الانتصار. أننا نهدف إلى إزاحة بنيامين نتنياهو وإلى إنجازات مدنية وسياسية لجماهيرنا لقضايانا اللي هي محاربة العنف والجريمة. هودي اللي عم بيطلبوا يقيموا سلاح المقاومة ما بيعرفوا إنه لو ما كان هلأ حزب الله موجود هون كانت إسرائيل قاعدة ببيروت مثل سنة 82. أوجه هذا السؤال وأضعه برسم كل إنسان حر شريف ولكل من هو صاحب سلطة وصاحب إمكانيات. ماذا تنتظرون بعد الآن؟ هل تنتظرون منا أن نذهب إلى أبواب سجون الاحتلال ونستلم أسرانا على شكل جثامين شهداء؟ إلى متى سيبقى أسرانا داخل سجون الاحتلال؟ هي لجماهير أمتنا العربية التي نثق بها ونستند لها، لأننا جزء من حركة التحرر العربية ومن هذه الأمة التي لم تتخلى عن القضية الفلسطينية. كل الناس بتقدر تحكي اللي بدها إياه، بالنهاية حجر الزاوية هو الشعب الفلسطيني الصامت في أرضه. أن أقاتل 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 لأني أحبك أكثر، نسيمك عنبر وأرضك سكر، وإني أحبك. مجموعة كبيرة من الضيوف سوف نضيف عليها طبعا في العام المقبل بفضل مجهود الفريق، فريق العمل. بالمناسبة قد يعتقد البعض أن هذا البرنامج اليومي يتطلب فريق عمل كبير، ولكن سأفاجئكم الآن بأن نحن الفريق الذي ينتج المحتوى في المشهدية، يعني بين الأفكار والإعداد والتنفيذ هم 4 أشخاص فقط. لدينا منتجين يتناوبان على الدوام، هلأ سأشكرهم بعد قليل.
وطبعا اضافه للرئيس تحرير مشرف ومقدمه البرنامج. اريد ان اشكر مجموعه من الاشخاص في هذا العام، هي فرصه. اولا اشكر منتجي الماده السياسيه ابراهيم هاشم وحسن حجازي. ابراهيم يعني يوم من ابراهيم يوم من حسن بيكون البرنامج. أريد أن أقول لكما أنتما فعلا العمود الأساس في بنية البرنامج، وبفضلكما يرتقي النصف الساعة الأول بمادة سياسية غنية بخلفية معرفية وتاريخية. أشكر أيضا رنا كوثراني، هي منتجة الفقرات الثقافية. رنا ذوقها جميل بتنفيذ الصورة، أفكارها متجددة ولديها حساسية لكل ما هو طبعا إنساني وعلى تماس مع الناس. أريد أن أشكر نور الساحلي، هي مساعدة الإنتاج وأيضا منتجة فقرة الأونلاين. نور انتقلت من قسم الأرشيف للعمل في الإنتاج وأظهرت موهبة وحماسة استثنائية. أشكر أيضا فريق الأونلاين، أيضا زميلة بهية حلاوي. بهية أيضا يعني أضافت هذا البعد التجديدي في البرنامج على المستوى الديجيتال. أستاذ سمير رزق أيضا هو رئيس تحرير مشرف على برنامجنا، شكرا لوقتك ومجهودك معنا. ولابد أيضا أن أشكر ريتا وهبي، هي منتجة المشهدية خاص، لكنها أكثر من ذلك، هي عصب الحلقات الأسبوعية التي تشاهدونها ودينامو العمل المتقن. فريق المشهدية خاص مؤلف مني ومن ريتا يعني. بس طبعا هنا يعني أنا لا أختصر عائلة المشهدية بهؤلاء الأشخاص، يجب أن أضيف بأن المكانة يعني كل هؤلاء الذين ذكرتهم لديهم مكانة متينة تملؤونها بحرفية في برنامجنا، وأقول جازمة بأنه يصعب فعلا تعويض هذه المكانة. إنما طبعا العمل في المشهدية لا يكتمل من دون تشجيع ودعم ورؤية رئيس مجلس إدارتنا أستاذ غسان بن جدو، هو حمل التجديد منهاجا ننفذه نحن بمهنية وفقا لتوجيهاته وملاحظاته، فشكرا له. هنا أيضا أريد أن أشكر فريق عمل الميادين بشكل عام، يعني من إخراج ومونتاج وجرافيكس وإنجست وكل يعني الأقسام. أعتذر فعلا، نشغلكم يوميا بالعمل. أيضا قسم المقابلات، قسم التصوير لأنه أحسين من ستينة والإخراج طبعا. لا أريد أن أنسى أحدا، بس للأسف الوقت يعني سيء جدا في مساعدتنا على القول بما تختلجه نفوسنا من امتنان للجميع. أريد أن أشكر أيضا الزملاء على تشجيعهم، وهم يعني بدورهم سيقولون لنا كلمات وأراءهم بالمشهدية. نشاهد. شو رأيك بالمشهدية؟ ما فهمت السؤال. عيدي؟ يعني أنت عم تسألي من قلب المطبخ، من جوا، من قلب مطبخ المشهدية. شو بدك تعرفي؟ رح أقول إيه ولا إيه ولا إيه؟ أهلا بكم إلى المشهدية. أهلا بكم في المشهدية لليوم. حفظتها. سمعلك شو بتقولك اليوم. بدي وجه تحية للانا أكيد، ونحن بنمزح بين بعضنا. بدي أقول لكم كل عام وأنتم بألف خير. صراحة ما حسينا إنه صار له سنة أبدا المشهدية على الهواء. عن جد؟ قلنا سنة على الهواء؟ بعتقد هذا دليل خير إنه البرنامج عم يمرق سلس ومهضوم وما عم نحس فيه أبدا. كل عام وأنتم بخير، وأنتم فريق بجنن، وبتمنى لكم عن جد دوام النجاح والتألق. وبدي أقول للانا إنه أنا بحبها كتير، وضحكتها هيك بتعطينا أمل. بالنسبة للمشهدية أنا عم أفكر يعني ريح لانا وأنا صير أقدم المشهدية. 11 من فبراير، أهلا وسهلا بكم إلى المشهدية وفي مشاهدها لليوم فشخة. شو العناوين؟ هل اقتربت نهاية نتنياهو السياسية؟ تعرفتم وين لانا؟ وين لانا؟ أول ما توصل إذا كانت رايقة معها بتجي بتكب الجزدان، يلا قوموا كلكم على أساس إنه شو نحن المأخرين، هي تكون واصلة مأخرة. اف عنا كتير وقت يعني ليوصلوا. سوري، فينا نعمل تيست؟ قولنا الاي سي، خففوا لنا الاي سي، بدي هيك جيبوا لي مي. شادي ما تنسى تجيب لي هيدا، عمل معروف دبوس. لأن انت مي محترمة. بدي مي توين. جايز يلا جايز. يلا جايز خلينا نتمرن. المشهدية أهلا بكم. ما بلشنا فيه كنا شوي مربكين وخايفين، لأنه لأول مرة منقدم نشرة أخبار بشكل ومضمون مختلف عن كل النشرات الأخرى. القصة الكاملة وغرفة التحقيق أيضا شكلوا
علامة فارقة بالمشهدية تحديدا القصة الكاملة فيها نوع من الاستعراض. من غرفة التحقيق نأخذ فيها دور شارلوك هولمز أو إنسبكتر جادجت أو محقق كونان. لكن مشهدية برنامج كتير حلو وأنا على مستوى الشخصي كتير بحبه، بس يا ريت بس شوي صغيرة تسيرونا وما تبعتونا الحجز آخر تكة. من وقت اللي بلش البرنامج تقريبا مشارك ب 95% من حلقاته. حلو اشتغلنا بالأول سوا تتذكري؟ أكتر شيء بشكل عام بعت الهم ببرنامج المشارية هو اللدات اللي جوا، إضافة للشاشات وكذا، وتكون اللوب شغالي بشكل طبيعي. الخرائط لأنه تتطلب شغل أكتر ودقة أكتر. في كتير أرقام بعت الهم لأنه على عدد الأرقام أوقات في واحد معرض أنه يغلبت كتير. رح يصير كلكم معكم بالقلب. أول أيام المشارية جينا التحدي أنه كيف بدنا نعمل برنامج يومي متنوع من الأخبار ومن المعلومات، ويكون قادر يكون أول حلقة بتشبه حلقة 50 وحلقة 100. أحلى شيء بالمشهدية أنا ورنا كوثراني، وهي رنا كوثراني وأنا، ولانا بتعرف هالشيء. ليش ما ركبتوا مقلب رنا على فكرة؟ في رنا بصراحة المشكلة الأساسية هو رنا، يعني ما بنحب نحكي هذا الشيء، بس أنت سألتيني مضطر جاوب. ما بيعمل شيء إبراهيم. كل النهار بعتلك كم شغل بكون بعتلي شي 10 عرفتي. نحن فريق متناغم، المشكلة اللي دايما بيواجهنا هو مشكلة الوقت. حسن بيعمل ستريس. ليش إبراهيم شو حبيبتي؟ هو الشغل معلنا مدور لا يخلو من الطرافي بكتير محلات. أهم شيء بالمشهدية أنه أول كم حلقة بلشنا فيهن كان في شيء يتقدم على طاولة المشهدية، بس نخلص نرجع ناكله. ما بعرف ليش وقفتوها هاي الفقرة. بمناسبة السنة من الصبح فتحنا بعتنا لها بتجيبي جاتو ولا ما بتجي، لا سنوية ولا غير سنوية. بدي كيك، أول شيء بدي كيك، بس أكيد كل سنة وأنتم بخير وإن شاء الله سنين كتير من النجاح بالمشهدية وغيرها. خليني أنا بحالي وخلي لانا بحالها. بحب أقول إنه المشهدية أول ما طلع على الهواء حسيته إنه برنامج غريب عن كل البرامج اللي كانت على الميادين. كل سنة وأنتم بخير وإن شاء الله إلى مزيد من النجاح والتألق. بتمنى للمشهدية الاستمرارية. بعد ما صار عنا انتماء كبرنامج قد إيه جزء مننا. لو تتعبونا وتشغلونا كثير، بس نتمنى لكم مزيد من السنين لأنه عملتوا شيء غير عن النمطي. سعيد جدا أن أكون أحد المهنئين بمناسبة مرور عام على هذا البرنامج، وإن شاء الله يا رب تمر أعوام من نجاح لنجاح. هو برنامج يومي، برنامج متعب أكيد، الفريق كتير صغير، بس يعطيكم ألف عافية، خليكم مثل ما أنتوا، ولا أنا خليك مثل ما أنت، لأنه البرنامج كتير بيشبهك هيك. إن شاء الله عطوهم كفين بهالنجاح. بالذكرى السنوية الأولى لبرنامج مشهدية بقول بالتوفيق دايما وخليكم بهيد الهمة. هي جملة إنه منتعبون كل الأقسام بالميادين، هي اختصار للمشهدية. فعلا في كتير عمل، بس نحن السعداء خصوصا عندما تخبروننا كم أنتم أيضا سعداء عندما تشاهدون برنامجنا وتتابعونه بحماسة. لابد أن أشكر أيضا قسم المكاتب الخارجية، كل المراسلين، فعلا لو ما منهم لا يمكن أن نخرج بفقرات منوعة من كل أنحاء العالم. ديما نصيف مساء الخير عم بتتابعنا، وبدي أقول شكرا لبركات لكل فلور مانجرز. بركات وينك؟ كان زعلان مني ومن بركات. خلص رح هلا انا وياك رح نختم حلقه السنه. شكرا جزيلا مشاهدينا لمتابعه هذه الحلقه المشهديه، وعقبال كل سنه نحن وانتم سوا على الميادين. الى اللقاء.